مرحبا واهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد. هذا الفيديو او هي السلسلة رح نحكي فيها عن اكواد الووردبريس. رح نحاول مع بعض نملي ثيم من الصفر. رح نتعرف على اهم الاكواد اللي فينا نكتبها بالووردبريس، كيف بننشئ قوالب، كيف بننشئ ملفات، شو بتتالف الثيم، شو الاكواد اللي بنكتبها بقلب الثيم، كيف بننزل ملف CSS، كيف نكتب ملف JS، وين نحفظ الصور، وكل هذا رح نتعلمه بهذا الفيديو. لحتى نبلش بكتابة الثيم بيلزم اول شيء نروح ننزل ووردبريس. بنروح على wordpress.org، نعطيه Get WordPress، ومننزل تحت بنعطيه Download. بينزل عنا هون بلاحقة Zip File. بعد ما بينزل بنروح نحن هلأ بدنا نجيب شيء اسمه استضافة وهمية. نحن بالعادة بيكون عنا دومين واستضافة بنشتريهم بمبلغ معين، بس بما انه رح نشتغل على الكمبيوتر فنحن بحاجة لسيرفر وهمي او سيرفر محلي بالكمبيوتر تبعنا. ممكن كلمة سيرفر تكون كلمة كتير كبيرة، بس الموضوع كتير بسيط، هو عبارة عن برنامج مثل أي برنامج نحن بننزله على الكمبيوتر وبس بنكبس عليه كبسة تشغيل وما بيعود لنا شغل فيه أبدا. بيصير بعدين شغلنا كله كود PHP وCSS وJavaScript. في كتير برامج بتتحنا نعمل سيرفر محلي، في منها المامب، في الإكسامب، في كتير برامج تاني، بس أنا بالعادة بشتغل على هذا البرنامج. فيكن تنزلوه من هون فري داونلود. إذا بدكم تنزلوا الإكسامب بتجوا لهون بتنقوا شو نظام التشغيل وبتختاروا البرنامج اللي بيناسبكم. في حال لقيتوا صعوبة بتنزيله في كتير فيديوهات باليوتيوب بتشرح لكم كيف فيكم تنزلوهم. ما راح طول الفيديو على تنزيلهم لأنه شغلتهم كتير بسيطة. بعد ما بتنزلوا واحد من هون راح تروحوا على مجلد البرنامج وبتلاقوا بقلبه في مجلد اسمه HTDocs. هذا هو المجلد الأساسي اللي بنشتغل فيه. هون احنا بنحط فيه ملفات الووردبريس، او هون الملف الاساسي تبع البي اتش بي. يعني هون احنا اي ملف بي اتش بي بنحطه هون راح ينقرا عنا، ما بصير نحط ملفات براته، دائما كل ملفاتنا نشتغل فيها لازم تكون جواته. كل مجلد بيكون بقلب هذا المجلد هو عبارة عن موقع كامل. يعني انا لو عندي اكثر من موقع، فهون انا عندي مثلا موقع WP Code، فيني هون يسوي عندي موقع تاني 3 وحدات، فيني يسمي موقع هون البسة. كل مجلد من هدول المجلدات بيكون هون هو موقع بحد ذاته، له ملفات وله داتابيز. طيب الووردبريس اللي نزلناه هون راح جبتها لهون لجوات هذا المجلد. بما اني على الماك لفوق ضغطه لهاد بكبس عليه كبستين بيروح بيعمل لي مجلد الووردبريس. هذا المجلد بقلبه ملفات الووردبريس. هلا هذا انا ما عاد لي شغل فيه، فيني احذفه. هذا الووردبريس راح اعطيه اسم بلائم الشغل اللي انا راح اسويه او المشروع اللي بدي اعمله. في حال كنتوا عم تعملوا موقع لحدا معين لنفترض التاكسي، فبتحطوا اسم المشروع هون. في حال هلا نحن رح نشتغل رح ننشئ ثيم، فنحن فينا نسميه اسم create، طبعا ما رح يكون في فراغ ثيم، ونعطي انتر. خلصنا من هون، هلا بنشيل هاي على جنب، هذا الموقع خلصنا منه كمان. هلا بعد ما نزلنا الماب او الاكزامب مثل ما قلت لكم في زر واحد هو رح نكبسه هو رح يشغل لنا كل شيء. في عنا سيرفرين، واحد اباتشي وواحد ماي اس كيو ال، واحد للملفات البي اتش بي وواحد للداتابيز. ما بيهمنا شلون بيشتغلوا مع بعض، بيهمنا انه ما يكون في خطأ ويضوا اثنيناتهم اخضر. هاي الكبسة بالماب هي اللي بتشغل لي السيرفر. هلا بنشوف راح يفتح لي متصفح. هلا مثل ما شايفين ضوا اثنين اخضر، هاي الكلاود مالنا شغل فيها، وفتح لي هاي الصفحة. بهاي الصفحة اذا بدي اروح على ملفات الووردبريس او ملفات البي اتش بي بروح هون على ماي ويب سايت، بكبس عليها كبسة، بشوف هون كل المواقع يلي عندي، يلي هني هون مثل ما شايفين 3 مجلدات 3 مواقع. هون في عندي بالتولز كمان، في عندي هون البي اتش بي ماي ادمن. هون نحن بنخزن قواعد البيانات. الشيء اللي بيلزمنا من هاد بس انه ننشئ داتابيز، والموضوع كتير سهل وهلا رح نشوف كيف. بنكبس عليها كبسه هيك، هون بيفتح لنا البي اتش بي ماي ادمن تبع الداتابيز. هاي الصفحه ما بيهمنا ابدا نشتغل فيها شيء هلا، رح نروح نفتح الموقع تبعنا ويلي هو كرييت ثيم. بس بكبس هون كبسه انا، بيفتح لي شيء اسمه السيت اب تبع الووردبريس او الاعداد. هون بختار اللغه اللي برتاح اشتغل عليها، راح اختار الانجليزي. كونتينيو. هون عم يخبرني انه بده داتابيز نيم، اسم داتابيز، وبده اسم مستخدم لهي الداتابيز وكلمه سر. فانا راح اكبس على هاي الزر مشان اكمل. وهون راح احط البيانات. من وين راح اجيب هاي البيانات؟ مثل ما حكينا بنروح على الاس كيو ال اللي هي بي اتش بي ماي ادمن. انا هون في عندي اكثر من داتابيز ما لي شغل فيهم ابدا، بيجي لهون بكبس كلمه نيو. بس اكبس على كبسه نيو بيجي هون بيقول لي شو اسم الداتابيز يلي بدك تنشئها، راح سمي نيو ثيم. بعدين بكبس على كبسه كرييت
وهيك بهاي الحالة انشأ لي داتابيز جديدة اسمها نيو ثيم، ما فيها ولا شيء، فاضية. اذا بكبس عليها كبسة لو فيها شيء كان رح يظهر لي هون جداول داتابيز، بس بما انه ما فيها شيء كتب لي هون انه لقاها فاضي. هلا متأكد نحن شلون كتبنا هاي نيو ثيم، ومروح على الووردبريس سيت اب على اعدادات الووردبريس، بكتب هون نفس الاسم يلي كتبته بالداتابيز نيو ثيم، هاي اسم الداتابيز تبعيتي. اليوزر نيم مع المامبو الاكزامبو اغلب البرامج الثانية بيعطونا يوزر نيم افتراضي اسمه روت، بكتب كلمة روت هون. بالباسورد انا هون بخليها فاضية، واحيانا ممكن يطلبها كمان، انا بكتب هون روت مرة ثانية. وهون بخلي الداتابيز لوكال هوست، هذا البريفكس هو عبارة عن الحروف يلي لازم يبلش فيها اسماء التيبلز، اسماء الجداول بالعادة بتكون WP، بعدين نعطيه سبميت. هلا هون اعطاني مشكلة، وعلى الاغلب لاني ما حطيت كلمة سر، رح ارجع احط كلمة سر روت ونجرب مرة ثانية، بس رح خليها روت هون ونفس المعلومات القديمة واعطيه سبميت. هلا هيك مش الحال، وقبل هاي المعلومات رح اعطيه run the installation. هون عم يطلب مني شو اسم الموقع تبعك، رح اعطيه كمان create theme، شو ما بدنا منحط create theme، شو اليوزر نيم او اعطيه admin، كلمة السر يفضل تكون خفيفة مشان ما تضل ملبكتنا، مشان اكد له كلمة السر ضعيفة لازم اكبسها هاي. هون بده ايميل، شو ما اعطيناه ما في مشكلة. وبعدين install wordpress، هلا بعطيه login، بكتب اسم الادمن هون وكلمة السر اللي اخترتها وبعطيه login. مثل مو شايفين هذا الـ URL تبعي local host 48 create theme و WP admin. هيك بالحالة صار عندنا موقع ووردبريس، فينا نروح نعمل visit site. هيك صار عندنا موقع موجود عندنا على الكمبيوتر تبعنا. هاي الابيرنس محل ما في ثيمات، بنشوف انه هو منزل لي اكثر من ثيم افتراضية، ما بيلزمونا رح نحذفهم. وهلا هيك ضل عندنا الثيم الأساسية. هلا رح نفتح ملفات المشروع بإيديتور معين، في أكثر من إيديتور أو محرر أكواد، أنا بفضل الفيجوال ستوديو كود أو البي اتش بي ستورم. طبعا البي اتش بي ستورم هو مجاني لمدة 30 يوم وبعدين بيصير لازم ندفع، أو بيصير بنشغله نص ساعة وبيطفي لحاله، بس البي اتش بي ستورم كتير عملي يعني. الفيجوال ستوديو كود كمان مجاني وكتير مشهور وفيكم تستعملوه كمان. نزلوا الإيديتور يلي بترتاحوا له وكملوا معي بالفيديو. بعد ما نزلنا الفيجوال ستوديو كود رح نروح نفتح ملفات المشروع فيه. فتحت أنا الفيجوال ستوديو كود، هلا بيطلع هيك فاضي مثل ما انكم شايفين. ملفات المشروع هني هون موجودين، كرييت ثيم، بسحبوا بس هيك سحب وبفلت هون، بلاقي انه ملفات المشروع تبعي بصيروا بالفيجوال ستوديو كود هون. كنت شرحت بفيديو قبل هيك شو هاي المجلدات والملفات، بس رح ورجيكم هيك على السريع. هلا بالـ WP config هون حط لي معلومات الداتابيز اللي نزلناها، شو اسم الداتابيز وشو اسم المستخدم تبع الداتابيز وكلمة السر. وهون عنا بالـ WP content في عنا البلاجينز وفي عنا الثيمز. هون عنا ثيم وحدة يلي هي فعالة هلا، وهلا رح ننشئ الثيم يلي رح نبلش نطورها مع بعض. أول شي لازم نفعل بالـ WP config هو شي اسمه debugging mode، وهذا الوضع هو بيسهل علينا استكشاف الأخطاء وإصلاحها، وبيريحنا كمان لما بدنا نشوف محتوى متغير معين أو نصلح خطأ معين. هلا بنشوف شو بيفيدنا بالضبط، بس مبدئيا شو بدنا نعمل؟ في هون عنا شيء define wp debug false، هاي دائما بتكون false لما بيكون موقعنا باللايف، يعني لما بيكون متاح لكل العالم. بس نحن بما أنه موقعنا هلا موجود على الكمبيوتر فنحن بنروح بنعطيه شيء اسمه true. هيك بالحال نحن بنكون فعلنا وضع الديباج. في عنا ملف اسمه log file، هذا الملف هو الملف يلي فينا نشوف فيه الأخطاء أو القيم. لحتى نفعل هذا الملف بيلزم نكتب define wdebug log true. هون بهالحالة راح ينشئ لي ملف ويحط لي فيه المعلومات يلي أنا بدي إياها. مبدئيا نعمله مثل ما عم سوي وراح تعرفوا شو عم نعمل بعدين. السطر الثالث يلي أنا بحب كمان فعله هو wp debug display. هون أنا مشان ما أشوف الأخطاء مباشرة بالموقع. على كل حال هدول الثلاث كودات رح يكونوا موجودين هون، ورح يكونوا موجودين دائما لما بتكون تبرمجوا او بتكون تطوروا اي ثيم او اي بلاجن. نتأكد انه حطيناهم هون وبنعطيه سيف
ومنروح منبلش ننشئ الثيم تبعيتنا. إذا حسيتوا هذا الفيديو فاتكم بشيء معين، لا تنسوا الاشتراك بالقناة وفعلوا زر الجرس مشان يوصلكم تنبيه بالفيديو اللي جاي.